قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزل. نفت إذاعة القرآن الكريم ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص بثها لخبر فتح المساجد بالجزائر ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وفندت إذاعة القرآن الكريم في بيان لها أنها أشارت إلى هذا الموضوع لا في أخبارها ولا برامجها ولا عبر وسطائها الاجتماعية، وذلك ليس من اختصاصها. أعلن عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كوفيد 19 محمد بركاني عن تقديم خطة للحكومة من أجل رفع الحجر الصحي تدريجيا، وأوضح بركاني في تصريح للإذاعة الجزائرية أن خطة رفع الحجر تم وضعها بمنطقة تلو الأخرى حسب عدد حالات الإصابة المسجلة فيها، وأضاف المتحدث أن رفع الحجر لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية ضد الوباء، مشيرا إلى أن سكان المناطق التي لا تأخذ بالإجراءات لن يرفع الحجر فيها. توقعت مواقع مختصة في رصد أحوال الطقس قدوم اضطراب جوي سريع الحركة مرفوق بأمطار رعدية غزيرة على المناطق الساحلية والقرب منها بوسط وشرق الوطن، كما توقعت ذات المصادر انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية نوعا ما على السواحل. وأفادت ذات المصادر أن صلاحية النشرة تبدأ من مساء اليوم الخميس وإلى غاية صبيحة الغد الجمعة. أكدت مديرية التربية عبر ولايات الوطن خصم مبلغ مالي من أجرة شهر جوان الخاصة بالأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية، وتراوحت قيمة الخصم ما بين 3000 دينار و 5000 دينار بالنسبة للأساتذة حسب ما تم تداوله عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات خاصة بالأساتذة. وقد رفع العديد من الأساتذة شكوى إلى مديرية التربية لمعرفة أسباب الخصم التي مست أجرة شهر جوان، وأوضحت بعض المديريات على غرار مديرية الجزائر الوسطى أن الخصم شمل الموظفين الذين تبرعوا طواعية لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، وأيضا بالنسبة للموظفين الذين تغيبوا قبل شهر مارس. أكد وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد أمس الأربعاء أن نتائج المتابعة الطبية أكدت أنه من مجموع 3021 ملف طبي 98.02% من الحالات تماثلت للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وأوضح بن بوزيد الذي يرأس اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا في مداخلة له على هامش عرض الحصيلة اليومية للوباء في الجزائر أن نتائج المتابعة الطبية أكدت أنه من مجموع 3021 ملف طبي 98.02% من الحالات تماثلت للشفاء، فيما توفيت نسبة 1.08% أغلبهم من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة أو يعانون من مشاكل صحية متعددة. وبخصوص الأعراض الجانبية للبروتوكول العلاجي أشار بن بوزيد إلى أن المركز الوطني لليقظة سجل بخصوص استخدام هذا العلاج والعتاد الطبي إلى غاية تاريخ 2 جوان الجاري 41 بلاغا أغلبهم تتعلق بأعراض طفيفة كاضطرابات هضمية وحكة، إلى جانب 9 أعراض جانبية قلبية تتجه كلها إلى التحسن. تواصلت أحداث محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأحد أبنائه ومسؤولين سابقين في ولاية تيبازا بمحكمة بومرداس في قضية استغلال نفوذ وتحويل أراضي فلاحية عن طابعها والفساد. هامل أثناء استجوابه من القاضية انفجر باكيا وقال إن الله بصير بالعباد في المحكمة. هذا وقد صرح أن بلقيصر قائد الدرك الوطني سابقا دفق له تهم، كما كشف هامل أن علاقته بسعيد بوتفليقة كانت سيئة. المتهم المدير العام السابق للأمن الوطني كان منهارا تماما، ويبدو أن سبب هذا الضغط والبكاء حتما هي التهم الكبيرة والثقيلة التي تواجهه أخطرها تبديد أموال عمومية. هذا ويتابع أيضا في القضية 3 ولاد سابقين في ولاية تيبازا ومدير الصناعة السابق ورئيس أمن ولاية تيبازا السابق ومدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية. كشف عبد العزيز جراد أن طريقة الخروج من الحجر الصحي ستكون بشكل تدريجي ومرن وفقا لتوصيات السلطات الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. هذا وقد استمع إلى عرض وزير الصحة حول تطور الحالة الصحية بفيروس كورونا في الجزائر، وأيضا الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للتصدي للوضع. وقد حرص جراد خلال اجتماع وزاري على التذكير بتوجيهات رئيس تبون الذي أشار إلى أن طريقة الخروج من الحجر ستكون كما سبق الذكر بشكل تدريجي ومرن، مع التأكيد على أن صحة الجزائريين تظل أولوية لدى السلطات.
كشف وزير السكان كمال ناصري أن ولاية الجزائر العاصمة تعرف حصة هامة من سكنات الاجتماع التساهمي تقدر ب 42,000 وحدة سكنية. وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس أنه تم تسليم إلى غاية اليوم 27,000 وحدة سكنية بالعاصمة، مضيفا أن 15,000 وحدة في طور الإنجاز، كشفا عن تسليم 3,000 وحدة من هذه الصيغة خلال السنة الجارية. وأشار ناصري إلى أن العديد من المشاريع السكنية تعرف تأخرا في الإنجاز على غرار مؤسسة باتي جاك التي تحصي لوحدها 2358 وحدة سكنية في العاصمة متوقفة على غرار ضرارية ورغاية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بولايتي المسيلة وقسنطينة. وأضاف ناصري إلى أنه نظرا لعدم انصياع مؤسسة باتي جاك للإعذارات المتتالية، يبقى من الإلزام الوصول لحل النهائي لهذه الإشكالية لضمان الانتهاء من المشاريع واسترجاع حقوق المستفيدين، مضيفا أن لجوء المستفيدين إلى القضاء هو الحل الأنسب لاسترجاع سكناتهم، كما أن الإدارة تسعى لتعيين مرقيين جدد لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة والتي تعتبر أحد الحلول التي اقترحتها الوزارة على المستفيدين. وأوضح الوزير أن اللجوء إلى العدالة جاء بسبب التأخير في تسليم السكنات ومحدودية القوانين لأن القضية تجارية. رفع الشركاء المهنيون انشغالات مختلف المتعاملين الاقتصاديين خاصة صغار التجار والحرفيين والآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا وانعكاساته على الأنشطة التجارية إلى وزير القطاع في انتظار قرار الحكومة بشأن فتح المحلات، حيث ترأس وزير التجارة رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي اجتماع ضم مختلف الشركاء المهنيين لمتابعة الوضعية والنظر في الآليات اللازمة لمختلف انشغالات المتعاملين الاقتصاديين خاصة صغار التجار والحرفيين والأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا وانعكاساته على الأنشطة التجارية. وشارك في الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين، رئيس الغرفة الجزائرية للتجار والصناعة عبد القادر قوري. واستمع رزيق لجملة الانشغالات رفعها الشركاء والتي سيرفعها الوزير بدوره إلى الحكومة للنظر فيها، حيث اقترح الشركاء إمكانية منح قروض بنكية بدون فوائد لصالح التجار والحرفيين، مع إمكانية مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيين، إضافة إلى إلغاء غرامات التأخير ذات العلاقة بنشاطات المتضررين بالقطاع الاقتصادي. وفي الموضوع أكد المكلف بالإعلام بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محمد البشير ثابتي في تصريح بأن ممثل التجارة عاود ورفع مقترح إعادة فتح بعض النشاطات التجارية والحرفية بسبب تدهور معيشة أصحابها مع التزامهم بشروط الحجر الصحي. وحسب محدثنا وعد وزير التجارة برفع الانشغالات المطروحة للحكومة للنظر فيها على اعتبار أنها متداخلة مع وزارات أخرى خاصة وزارة المالية، فيما لم يتم التطرق لموعد الترخيص باستئناف بعض النشاطات التجارية لأن الموضوع بيد الحكومة ومن خلفها اللجنة العلمية لتتبع رصد فيروس كورونا. وفي هذا الصدد أكد رئيس قسم الأمراض البكتيرية بمستشفى بوفاريك البروفيسور يوسف محمد أن رفع الحجر سيكون بناء على توصيات المجلس العلمي والخبراء، كما أن الحجر سيتم رفعه على مراحل من منطقة إلى أخرى. وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة أن رفع الحجر يجب أن يأخذ في عين الاعتبار التوصيات الصحية من قبل الخبراء قبل أي استئناف للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على إلزامية الامتثال الصارم للتدابير الوقائية من قبل المواطنين لمنع انتشار الفيروس.
وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.